شكرا للفنان الرائع رامي جمال، لانه مش بس صوت حلو لكن اخلاقه عاليه وبيحس بالمواهب الجديده. زي ما هو تعب في بدايه حياته حس انه كان لازم يكون سند لاحمد، وان شاء الله هيكون في شركه لاداره اعماله. خلينا معانا بنات احمد، معانا احمد سالم على التليفون. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا فندم، ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله، مبروك طبعا العقد الجديد الله ان شاء الله، الله والشركه يبارك الحلوه فيك يا عليك، مش فندم. كده ولا ايه؟ طبعا والله والله وش حضرتك، يعني ما شاء الله. اتفضلوا بقى لو عندكم اسئله. انا عايزه يعني طبعا يا احمد بقول لك يعني سبحان الله ان ربنا مسبب الاسباب ووفقك فندم، ده كرم دلوقتي. ربنا، سبحان ده كرم الله من يعني عند ربنا يا وفقك فندم دلوقتي، بص بعد سنه ونص وفر لك وسخر لك كل الاسباب اللي تخليك تاخد خطوه اتجاه حلمك، واحنا مبسوطين قوي. ده يمكن امبارح اتكلمنا مع عمرو حسن الشاعر، والنهارده مع رامي جمال، الانسان الخلوق المحترم، الراجل اللي وعد ووفى، الانسان المحترم الطيب الشاطر اللي هو يحب يساعد غيره لانه شاطر. فبجد يعني نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله من قلبنا. واول البوم انا باخد منك وعد على الهوا، هو اول البوم ان شاء الله نحتفل بيه هنا عندنا بس في يا الستات فندم، ما يعرفوش ده شرف يجيب. ليا، ان شاء شرف الله. ليا يا فندم طبعا، وربنا يبارك في حضرتك. ومن خلال البرنامج بتاع حضرتك انا بوجه رساله للاستاذ عمرو حسن وبشكره فيها على الكلام الجميل اللي طلع قاله في حقي. تمام، انت تستاهل، بقول وانا له من حظي ما كنتش موجوده بقول بس له انت جميلك، تستاهل. انا كان معانا جميلك الشاعر او عمرو اي حسن. خير عملته مع اي حد جميلك ده انا مش هقدر انساه. تمام، وبشكر برضك الفنان الجميل الاستاذ رامي جمال وكل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني حتى لو برساله على محطه التواصل الاجتماعي. مظبوط، انا بشكر كل الناس دي كلها، ومحمد نور كمان كان في مكالمه برضو والاستاذ محمد يعني نور دعم. طبعا 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 طبعا, طبعاً, طبعاً. وكلنا بندعمك لانك طيب. فنان محترم وانسان جميل وشايل اسرتك واخواتك، عشان كده ربنا بيكرمه. نعم طبعا، ربنا يزيدك يا رب ويفتح عليك كمان وكمان. وبصراحه يا احمد انا طبعا ما اتشرفتش بيك لما كنت موجود عندنا هنا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا، ما كنتش موجوده بس متابعه على السوشيال ميديا وعلى صفحه برنامجنا الاخبار واللي اتكتب واللي حصل. انا بصراحه خلاص احنا طبعا يعني باركنا لك، ورامي جمال فنان محترم وعمل اللي يليق باخلاقه، بس انا عاوز اخد منك لله. تعليق على جزئيه معينه هي زعلتني شويه وضايقتني، وعاوز اعرف رايك انت فيها ايه. في بعض الهجوم خرج على السوشيال ميديا في حق والدك، رغم ان انا شايفه ان ربنا بيدي كل حاجه بحكمه معينه في وقت معين، رغم ان انا شايفه ان والدك اعتمد عليك انك تبقى قد المسؤوليه وتساعده وتشيل اخواتك رغم حاجات كتيره جدا، ولكن بعض الناس تعاطفوا مع هذا الهجوم. انت النهارده احمد سالم بعد كرم ربنا عليك في التوقيت ده تقول لوالدك ايه وتقول اللي هاجم والدك ايه؟ انا بقول لوالدي كتر الف خيرك على اللي انت عملته معايا، وببوس ايده طبعا، وشرف ليا وعلى راسي، وبقول له يمكن ان حضرتك ما دخلتنيش المجال ده من صغري حفاظا عليا واحفاظا على اني برضك ما كنتش لسه مستوعب قد ايه وانك كنت سنده يا احمد، ان دي مسؤوليه كبيره. وطبعا انا ما كانش ينفع في الوقت ده اقول او اقول لا، ربنا يبارك. هو كان شايف الصح دايما. تمام، لان انا في الوقت ده حضرتك ما كنتش لسه اقدر اتحمل مسؤوليه حاجه زي كده. كل شيء باوان يا احمد، وربنا طبعاً بيسبب طبعاً الاسباب طبعاً وبيسخر خلقه لبعض. بس انا عايز اسالك سؤال يا احمد، هو السبب بيبقى من عند ربنا طبعاً سبحانه وتعالى، ونعم بالله ربنا اللي بيدي للبنات كل حاجه في ميعادها. يعني طبعا طبعا في الوقت اللي انت فيه تكون جاهز، اللي هو عارف ان انت جاهز. بس انا عايز اسالك سؤال، بص اللي حصل اللي فات ده كله كوم، واللي حصل اول امبارح على المسرح كوم تاني. دخلتك على المسرح والمسرح ليه هيبه لان هي ما فيهاش اعاده، فعايزك توصف لي اللحظات دي مرت عليك ازاي. والميزه في المسرح ان انت بتشوف وشوش الناس وقتي، فبتعرف رد فعلهم في ساعتها. والله بص اقول لحضرتك على حاجه، انا الاستاذ عمرو ما شاء الله عليه يعني ربنا يبارك فيه استقبلني فبيقول لي احمد المسرح كبير. قلت له يا فندم انا بصراحه عايز اقول لك على حاجه، انا مرعوب. قال لي بص انا عايز اقول لك ان انا صورت اكتر من 100 حلقه من 100 حفله، وكل حفله بطلعها لازم ابقى مخضوض ولازم ابقى مرعوب. صح، خلي صحيح. عندك ثقه في نفسك صح. وسيبها على الله، وربنا هيقف جنبك، وربنا قادر ان هو ايه ما يكسفكش. لا وانت اكيد واثق في موهبتك، انت طلعت معانا على الهوا والملايين كانت بتشوفك على الهوا، وكنت جميل جدا. وعبد الرحمن الحمد لله جميل، صوته جميل. يعني قول لنا عن الدويتو اللي بينك وبين رامي، ان شاء الله يبقى نتوقع له باذن الله النجاح. انت مضيت مع شركه تدير اعمالك؟
ان شاء الله يا فندم. انا مضيت مع شركه الحمد لله اليومين دول هم اللي مسؤولين عني في اي حاجه في اي كويس. برنامج في اي اذاعه كويس قوي. فان شاء الله في اي فرصه هيبقى في كلام مع اداره الاعمال وانا تحت امر اي حد طبعا في الاول. بس احنا لينا استثناء برنامجنا بره بتبقى لينا الاولويه في كل حاجه. وشنا حلو يا فندم. ده شرف ليا والله. والله يا فندم شرف ليا. احمد انا عندي بس بعد اذنك يا منى عندي ليك سؤال انا يمكن عارفه اجابته بس عايزه الناس تسمع اجابته منك انت. انت اتشهرت بلقب المطرب النقاش وفي بعض الناس بتقول لك ايه يعني ايه وليه بتقولوا عليه كده. انت مضايقك لقب المطرب النقاش؟ لا طبعا. لا طبعا مش مضايقني. ليه؟ لان انا الفيديو بتاعي ده عمري ما همسحه هيفضل موجود قدام الناس طول العمر. ولانك كنت بتشتغل شغلانه شريفه. اه لان انا كنت بشتغل. انا لو الموضوع مضايقني انا ما كنتش طلعت بهدوم شغل يا فندم. وخلي بالك انه كان وشه حلو عليك يعني لما كنتش انت بتعمل كده وبتغني وانت بتشتغل وشغل شريفه ما كانش حد شافك خالص. وكان احنا ممكن نقعد نرد في الاعلام وندافع عن اللقب انت بشخصك وانت بذاتك اللي بترد دلوقتي على اي حد شايف انه لقب ما ينفعش يتقال عليك او انا عاجبني. لا يا فندم ابدا. لا لا طبعا ده شرف ليا في الاول وفي الاخر. دي انا قلت في البرنامج مع الاستاذه منى قلت لها انا في الاول وفي الاخر دي مهنتي قبل اي حاجه. انا لسه يعني انا لسه لحد دلوقتي الفن ملوش امام برضو على فكره يا احمد. ايوه يا فندم انا لسه لحد دلوقتي بين ايادي ربنا طبعا. هو اللي قادر نعم يكمل في الموضوع ده يا اما ما كملش. يعني ربنا اللي لسه قادر هو اللي يقدر يحكم عليا. انا ما اقدرش احكم على نفسي. انت جميل وبر نعم باهلك وربنا هيكرمك كتير. وعايزين نسمع صوتك بقى لما تطلع. مش معقوله كده يعني كله كلام في كلام. هديه بقى عايزين مني. هديه حلوه منك للستات. اللي حضرتك عايزاه يا فندم ايه بقى؟ فكر حاجه على ذوقك بقى حاجه جديده. لو في حاجات كده اتكلمتوا فيها مع رامي مثلا ولا ما ينفعش؟ والله انا لسه حاليا ما يعني هو لسه الاستاذ رامي والله مشكور تعبان معايا اليومين دول وبيجهز فيعني طيب اختار حاجه على ذوقك. قول لنا انت وانت بتحب كده ماشي في بتغني حاجه بتحبها. انا في اغنيه بحبها كده لام كلثوم ممكن اقول جزء يلا منها. يلا 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 تمام. او دارت الايام ومرت الايام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت اني خاصمته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته نسيت اني خاصمته ونسيت الليل اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي وحرته ما عرفش ازاي انا كلمته ما قدرش على بعد حبيبي ما قدرش على بعد حبيبي انا ليا مين انا ليا مين غير اللي حبايبي. بشكركم حبايبي انت حبيبنا والله يا احمد. حبايب قلبي والله ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا والله. الاغنيه دي اهداء للنصيب والفرج اللي جه في وقته ودارت الايام. الله يا فندم. تسلم شكرا يا احمد بالتوفيق. نتمنى لك كل الخير وليك ولاسرتك ومراتك وكل اسرتك الحلوه الصغيره. بنحييك وشكرا كمان تاني رامي جمال الفنان العظيم. وادي الروح الحلوه وروح الفنان اللي واثق في فنه واثق في نفسه يقدم شوف جوهره حلوه يلمعها ويقدمها للناس عشان يعني يقدم كم حد ورا الموضوع ده يعني عمرو حسن طبعا محمد نور ورامي جمال واخرين ناس كمان هتطلع وهنشكرهم لان ده دور الفنان الحقيقي. الفن ما بيوقفش عند حد. الفن لازم يكمل وعشان يكمل يمكن لينا قدوه واسوه بالفنانين الكبار العظماء بتوع زمان اللي كانوا بيتنشأوا على ربع فنان عشان يلمعوه ويظهروه وما بيحسوش ان ده بينتقص من شهرتهم او من فنهم حاجه. بالعكس دي اضافه ليهم. بصي ربك اذا وهب لا تسألنا عن السبب. هو ربنا بيسخر له واختار له وفرجها وفتحها عليه وربنا يزيده ويحافظ عليه
ويبقى ان شاء الله يعني من النجوم الكبار، لان هو فعلا يستاهل. طبعا برضه من الحاجات اللي غيظاني قوي الحقيقه بقى، فرصه نقولها واحنا بنتكلم في موضوع احمد سالم، شويه الناس اللي على السوشيال ميديا اللي بيهاجموا الاعلام والسوشيال ميديا، وانتوا يعني ما هو في ناس كتير صوتها حلو يا جماعه، هو ربنا يعني اراد ان هو ينجح دلوقتي والاضواء تتسلط عليه ويظهر في السوشيال ميديا وفي الاعلام، ما تبصوش للنعم اللي ربنا بيبعتها لغيركم، انتوا ما تعرفوش حكمه ربنا فيها ايه. صحيح. بالعكس صحيح. قولوا الحمد لله وادعوا لهم ربنا يعني يديكم زيهم واحسن كمان.